يعني أستطيع القول أن فرص الوصول إلى اتفاق هي تقريبا 50% إلى 50%. هذا يتوقف على الطرف الإسرائيلي، لا تزال هناك قضايا عالقة ومهمة ويجب أن تسوى، وفي نفس الوقت يجب أن يتم بناء أفق سياسي لاحق وفوري لأي اتفاق يتم في القاهرة. نحن وشعبنا في غزة ولم يخوض هذه المعركة، وشعبنا في الضفة أيضا لا يخوض هذه المعركة من أجل إعادة إعمار غزة أو من أجل فقط إنهاء الحصار عن غزة. هناك أهمية لإنهاء الاحتلال وضمان الحرية والاستقلال، ولذلك نحن ندعو إلى المباشرة بالتحضير لعقد مؤتمر دولي من أجل إنهاء الاحتلال بمشاركة أعضاء مجلس الأمن، وأن يتبنى ذلك أيضا الدول العربية التي هي طرف رئيسي، يجب أن يأخذ دور أكبر في هذه العملية، وأن يكون هذا هو محور النشاط السياسي للقيادة الفلسطينية، لأنه القضية سيكون هناك يعني استهانة بدماء الشهداء إذا لم يكن هناك هدف رئيسي وأفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال بشكل فوري عن أراضي دولة فلسطين كما اعترفت بها الأمم المتحدة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.